فاكرين شادي شامل تقليد عبد الحليم؟ ايوه هو ده، ابو حلق وعمليات نحت وحاجات غريبه كده. النهارده شادي شامل رجع لنا بقصه جديده وترند اغرب من الخيال. كان يوم ما طلعت له الشمس لما كسب شادي شامل في برنامج العندليب، واختاروه علشان يقدم قصة حياة عبد الحليم حافظ في مسلسل ما عداش على أي مقياس نجاح. ومن ساعتها ولا عمل حاجة تانية مهمة ولا شفنا له أي موهبة أصلا. بعد ما جرب كل حاجة علشان يبقى ترند ويشتغل في الفن، غنى مع أجانب ولبس حلق ونحت وشه وجسمه وبقى شبه التمثال الشمع، برضه ما حققش أي حاجة. فراح بقى للي ما يخيبش، الجواز. شخصية مشهورة ودايما عليها جدل كبير اتجوزها وقعد على كرسي العرش. نشر شادي شامل صورة بينه وبين منى بنت الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين، ايوه طليقة احمد فهمي اللي بعد ما بقى نجمة على حسها سابها واتجوز هنا الزاهد. شادي نشر على انستجرام صورة مع منى حسين فهمي وكتب لها كلام رومانسي، وكمان قال لها انت بالنسبه لي حاجه كبيره قوي يا منى، انت فاهمه بقى مش محتاجه اقول. ها في صوره منهم ظهر فيها الفنان كريم ابو زيد ومش عارفين لحد دلوقتي هو جاي ليه، بس ما علينا. منى طبعا ردت على شادي برساله اقوى من اللي كتبها لها، الحب مولع في الدره جامد مش بقول لكم. كتبت منى كومنت لشادي شامل وقالت له بحبك قوي 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 قوي. امتى بقى اتكونت العلاقه دي وعرفوا بعض ازاي وهما الاتنين لا بيمثلوا ولا بنشوف لهم اي حاجة؟ مش عارفين، بس اللي نعرفه ان شادي لما بيقع بيقع واقف، وشكله الفنان حسين فهمي هيكتب الكتاب ويعلي الجواب قريب. منى كان ليها تجربة جواز على الماشي كده من محامي مشهور بعد ما اتطلقت من احمد فهمي، وكانت قصة حب منذ الطفولة وكلام من كده، بس ما كتب لهاش عمر، ومن ساعتها وهي مختفية عن الساحة إلا شوية صور غريبة كده مع صحابها الممثلين. اتكلمت عنها هنا الزاهد قبل كده وقالت إنهم صحاب وإن موضوع أحمد فهمي مش موقع بينهم خالص، مفيش بعد كده نفسيات صافية. والله يا فنانة تصاحبي طليق جوزك للدرجة دي؟ الدنيا بامبي يعني؟ مش عاوزين نبعد عن موضوعنا. بس هو كده أول ما شادي شامل يظهر في حاجة لازم يبقى ترند على طول وتظهر مشكلة، نيو لوك أسوأ من اللي قبله. فياريت يا فنان لو ناوي على جواز سيب لنا بقى سلالة ميرفت أمين وحسين فهمي في حالها والنبي، مش ناقصين جينات مش مفهوم لها أي معالم ولا لازمة في الحياة يعني.